السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الأول الابتدائي برايمري 1، ومكملين مع بعض شرح منهج كونكت بلس. وبإذن الله النهاردة هنبدأ مع بعض الوحدة التالتة بعنوان In My Community. لكن في البداية ليه عندكم طلب، يا ريت اللي مشتركش في القناة يدوس على زرار الاشتراك الموجود تحت الفيديو عشان يتابع معانا كل جديد، ويدوس على الكل عشان اي فيديو انا انزله باذن الله يوصله على طول، وكمان ندوس لايك لو عجبنا الفيديو عشان اعرف ان الفيديوهات بتعجبكم واكمل في الشرح. طيب نخش بقى على طول في الفيديو ونقول عنوان الوحده بتاعتنا زي ما قلنا اسمها in my community. in معناها في، وكلمه community معناها مجتمع، يبقى my community معناها مجتمعي، لان انا خدت كلمة my صفة ملكية بتخلي الاسم اللي هيجي بعدها ملك مين؟ ملكه هو؟ لا، ملكها هي؟ لا، امال مين؟ ملكي انا. يبقى المجتمع ده مجتمعي انا، يبقى in my community معناها في مجتمعي. كلمتنا النهاردة سهلة وبسيطة، في منها كلمات اخدناها قبل كده وفي كلمات منها جديدة علينا. اول كلمة معانا هي كلمة school ومعناها مدرسة. school مدرسة، السي والاتش هنا بتتنطق ك. الفصل الدراسي اللي هو الفصل اللي احنا بنقعد فيه جوه المدرسة اللي بنتعلم فيه اسمه كلاس روم. كلاس روم، خلي بالك ان لتر سي اتنطق ك. ليه؟ قلناها كتير ان لتر سي بيحب 3 حروف بس، ومن كتر ما هو بيحبهم اول ما يبص وراه ويشوف حرف منهم بيتنطق ايه؟ س. غير كده بيتنطق ايه؟ ك. طب ايه هما يميز 3 حروف دول؟ الواي والاي والاي. فلتر سي هيبص وراه لقى واي او اي او اي؟ لا، ما لقاش، ده لقى حرف الايه؟ ال، لتر ال، عشان كده هيتنطق ايه؟ ك. فهقول كلاس روم. طيب كلمة ملعب بلاي جراوند. بلاي جراوند، بلاي جراوند. بلاي لوحدها معناها يلعب، وجراوند لوحدها معناها ارض. يبقى لو قلت بلاي جراوند معناها الايه؟ الارض اللي احنا بنلعب فيها اللي هو مين؟ الملعب. يبقى بلاي جراوند الملعب. الاو واليو هنا اتنطقت او او، جراوند. وايت بورد معناها سبوره بيضه، وايت لوحدها معناها ابيض، وبورد لوحدها معناها سبوره، يبقى وايت بورد معناها سبوره بيضه. الاتش هنا سايلنت والاي هنا سايلنت. طبعا الدبليو الساوند بتاعه ايه؟ وه وه، فاكني بقول دبليو اي لان الاتش سايلنت، يبقى وه وه واي واي وايت، والاي هنا برضو سايلنت. وايت بورد سبوره بيضه. بعد كده كلمه كرسي اللي هو الكرسي اللي بنقعد عليه معناه تشير. تشير، السي والاتش هنا بتتنطق تش. chair c h a i r. قلم جاف pen، قلم جاف pen p e n. الاي الساوند او الصوت بتاعها ايه؟ ايه، يبقى p e p p، وهنزود n pen pen. كلمة pen هنلاقيها متكررة معانا في كلمة كمان، وهي كلمة براية، عشان كده أنا حطيت لكم الكلمتين ورا بعض. براية معناها إيه؟ sharpener. براية sharpener، براية sharpener. أهو المقطع بتاع pen اللي هي كانت معناها إيه؟ قلم جاف. يبقى براية sharpener، يبقى s h ش، هنزود إيه؟ شا وكمان r شار. pen pen اللي احنا كنا لسه حافظينها اللي هي قلم جاف، و ار ار اللي هي الاي والار، يبقى برية شاربنر. معلم معناه تيتشر. معلم تيتشر، تيتشر، السي والاتش هنا بتتنطق ايه؟ تش تش. تيتشر تيتشر تيتشر. قلم رصاص بنسل، قلم رصاص بنسل. بن اهي اللي كان معناها قلم جاف، لو حطيت لها سي اي ال هتبقى بنسل، يبقى قلم جاف بن، قلم رصاص بنسل. بنسل هتلاقيها متكررة معاك في كلمة كمان، وهي كلمة مقلمة ومعناها pencil case. مقلمة pencil case. كلمة case لوحدها معناها حافظة، فلو انا قلت pencil case يعني الحافظة اللي بنحط فيها الأقلام الرصاص اللي هي اسمها ايه بقى؟ المقلمة. مقلمة pencil case. خلي بالك هنا ان السي هيتنطق ايه؟ ك. ليه؟ هنبص وراه لا لا واي ولا اي ولا اي، فهيتنطق ك، والاي اللي في الاخر هنا ايه؟ silent. يبقى انت كلمة pen طلع منها كلمة تانية sharpener، براية. كلمة pencil طلع منها كلمة تانية pencil case، عشان كده معلمة لك دول مع بعض، معلمة لك دول مع بعض. استيكة معناها eraser. استيكة eraser، ايه ايه اللي هو حرف الاي. ray ray r a. sir sir s e r eraser. منضدة table، منضدة table، الاي اللي في الاخر هنا silent. مسطرة ruler، مسطرة ruler r u l e r ruler r u
اللي اي ار رولر. بعد كده عندي مجموعه من الفيربس او الافعال. اول فعل معايا ياكل يعني ايت، ياكل يعني ايت. الاي والاي هنا عملوا لي صوت طويل لونج فاول اي اي، طولت كده فيه ايت. يلعب يعني بلاي، يلعب بلاي، يلعب بلاي. يقرا ريد، يقرا ريد. يكتب رايت، يكتب رايت. الدبليو هنا سايلنت والاي هنا سايلنت، فكاني بقول ايه رايت رايت. يبقى كلمه يكتب في حرف في الاول سايلنت وفي حرف في الاخر سايلنت. ينظر لوك، ينظر لوك. يستمع لسن، يستمع لسن. خلي بالك هنا ان التي سايلنت مش بتتنطق، مش بقولها لستن، لا لسن لسن. ينام سليب، ينام سليب. الدبل اي او الاثنين اي لما جم ورا بعض عملوا لي برضو صوت طويل لونج فاول، فقلت سليب سليب. يغني سينج، يغني سينج. مش عايزاك تقول سينج، لا مش عايزاك تنطق الجي، سينج سينج. يشتري باي، يشتري باي، يشتري باي. بي يو واي باي، بي يو واي باي. عشان تحفظ الافعال دي عندك طريقتين، يا اما تدخل الفعل في جمله، فمثلا تقول I eat an apple. I eat an apple. I أنا eat أكل an apple تفاحة. I play with my friend. I أنا play ألعب with مع my friend صديقي وهكذا. يبقى أدي أول طريقة ممكن أحفظ بيها الأفعال دي، اللي أنا أدخل الفعل في جملة. تاني طريقة ممكن أحفظ بيها الأفعال دي، اللي أنا أبدأ اللي أنا أمثلها. يعني إيه مس أمثلها؟ يعني أعمل نفسي اللي أنا باكل وتقول ايه ياكل يعني ايت، ياكل يعني ايت. تحرك كده ايدك ورجلك اكنك بتلعب وتقول يلعب يعني بلاي، يلعب يعني بلاي. تمسك كتاب اكنك بتقرا وتقول يقرا يعني ريد، يقرا يعني ريد. تمسك القلم وتعمل نفسك اكنك بتكتب تقول يكتب يعني رايت، يكتب يعني رايت وهكذا. فباذن الله هتحفظه بطريقه اسرع، وكمان باذن الله ما تنساهوش. طيب عندي جزء جرامر سهل جدا جدا جدا، وفردنا له فيديو في فيديوهات التأسيس اللي احنا عملناها، اللي هي ادوات النكرة الاي والان. يعني ايه مس ادوات نكرة؟ ادوات نكرة يعني كلمة من كلمتين، يا اما كلمة اي يا اما كلمة ان، اللي هي هي نفس الاي وهتحط لها حرف الان فبتتنطق ان، اي ان اي ان. طيب مين برضو يمس اي وان دول؟ انا مش فاهم. الاي والان دول يا حبيبي اسمهم ادوات نكرة. ادوات ايه نكره؟ بنحطها امتى؟ بنحطها قدام الاسم المفرد المعدود. يعني ايه مفرد؟ يعني حاجه واحده. اقول لك بن، قلم، بوك، كتاب واحد، كار، سياره واحده. تاني حاجه معدود. يعني ايه معدود؟ يعني اقدر اللي انا اعده. يعني ينفع اقول ادي قلم، قلمين، ثلاثه، اربعه، اه يبقى كلمه بن معدوده. ينفع اقول كتاب، كتابين، ثلاثة، أربعة، آه يبقى كلمة كتاب معدودة. ينفع أقول أتوبيس، أتوبيسين، ثلاثة أتوبيسات، ها ينفع أنا أعده، آه يبقى كلمة أتوبيس معدود وهكذا. يبقى أنا عشان أحط أداة النكرة الأي أو الآن لازم أن يتوافر عندي كم شرط؟ برافو، شرطين. إيه هما؟ إن الاسم ده يكون مفرد حاجة واحدة ومعدودة أقدر اللي أنا أعدها. فما حد بيقول لي يا ميس هي في حاجات ما أقدرش اللي أنا أعدها، أقول لك آه اللي هي الـ uncountable nouns، وهناخدها إن شاء الله بإذن الله برضو في حلقات الإيه التأسيس. يبقى دلوقتي الاسم المفرد المعدود بيبقى واقف كده حزين لوحده، فالإيه والآن يروحوا جايين واقفين قدامه عشان إيه؟ عشان يونسوه، عشان هو واقف إيه لوحده. طيب يا ميس معناهم إيه؟ معناهم واحد أو واحدة. يعني لما أقول أبان معناها قلم واحد، أبوك كتاب واحد، أدرس فستان واحد، أباس أتوبيس واحد وهكذا. لكن في الترجمة مش لازم أقول كتاب واحد فستان واحد، لا، أو فستان وخلاص أو كتاب وخلاص، لكن أكون عارفة إن الإيه أو الآن معناهم واحد أو واحدة. سمع حد برضو بيقول لي يا ميس طب دلوقتي ايه بقى الحيرة دي؟ طب امتى هحط الايه وامتى هحط الان؟ ما هم الاثنين بيتحطوا قدام الاسم المفرد المعدود. هقول لك برافو عليك، تعالى بقى وانا اقول لك امتى هتحط الايه وامتى هتحط الان. بص يا سيدي، الاسم بتاعك عشان تحط له ايه او ان لازم تسمع اول صوت فيه. لازم تسمع ايه؟ اول صوت فيه. يعني ايه مس اول صوت؟ يعني مثلا كلمه بان، اول حاجه انت سمعتها لما انا قلت الكلمه صوت ايه؟ ب ب بان، صوت ال ب، يبقى هو ده اول صوت انا سمعته في كلمه بان.
مثلا كلمة dress، د د dress، يبقى أول صوت سمعته إيه؟ د د. برافو، يبقى دي معنى أول صوت، يعني أول حاجة ودنك بتسمعها في الكلمة. فلو لقيت صوت ده أه إيه أو، على طول هتحط الآن، عشان كده إحنا عملنا لها أغنية قلنا فيها إيه؟ الآن بتحب تلات أصوات أه إيه أو. تعالى نشوف أول كلمة، كلمة and، يلا بقى كده نسمع أول صوت فيها أه أه and. ها سمعت أه أو إيه أو أو؟ أي يا ميس أه أه، برافو، يبقى هقول an and، مش هينفع أقول a and a and، لا النطق بتاعها هيبقى مش ظريف، عشان كده بحط أختها اللي هي مين؟ الآن. apple apple أه أه، أي يا ميس سمعت الأه فهقول an apple. elephant إيه إيه elephant، أي ميس سمعت الإيه يبقى هقول an elephant. orange orange أه أه، أي ميس سمعت الأه برافو، يبقى هقول an orange. لكن الحالة بقى التانية اللي أنا نطقت الاسم بتاعي ما سمعتش أه ولا إيه ولا أه، فبالتالي هحط الإيه الإيه، مش هتعمل لي مشكلة في النطق، فهقول a car a dress a table a ruler. ليه؟ لأن أول صوت هنا ما عمليش أه أو إيه أو أو. car ك ك ده أول صوت، dress د د، table ت ت، ruler ر ر، وهكذا. يبقى دي القصة بتاعت أدوات النكرة اللي هي الإيه والآن. دلوقتي هناخد سؤال اسمه what is this، what is this او what's this، what's this. what خلي بالك ان ال what ال h هنا silent مش بتتنطق، this this ال t وال h هنا بيتنطقوا ايه؟ ذ ذ اللي هو حرف الذال، لازم نطلع كده مقدمة اللسان. what is this، what لوحدها معناها ما او ماذا، is معناها يكون اللي هو الفيرب تو بي، ام از ار ترجمتهم يكون تكون نكون وهكذا، ذس معناها هذا او هذه. يبقى لما نيجي بقى نترجم السؤال كله هيبقى ايه؟ ما يكون هذا، يعني ما هذا او ما هذه؟ علبه مقفوله بابا جايبها من بره وهو جاي، فانا عايزه اقول لبابا ايه؟ هو ايه ده؟ هقول ايه؟ هقول واتس ذس. لقيت ماما جايه من السوبر ماركت وشايله شنطه في ايديها وانا عايزه اعرف الشنطه دي فيها ايه، فهقول لها ايه؟ واتس ذس. لقيت اخوك جايب لك هديه عيد ميلادك وهو بيديها لك كده، فانت عايز تعرف هي ايه دي، فهتقول له ايه؟ واتس ذس. يبقى انا اي حاجه مفرده سنجلر عايزه اسال عنها واقول هو ايه ده او هي ايه دي اللي هي ما هذا او ما هذه، هسال سؤال اسمه واتس ذس، واتس ذس. تمام، تعالى نرجع تاني للعلبة اللي كان بابا داخل بيها وانت بتسأله وبتقول له what's this، فهل بابا هيسيبك كده عمال تقول له what's this what's this what's this ولا هيرد عليك؟ اي مس طبعا هيرد عليا وانا مجنون هكلم نفسي شاطر، هيرد عليك بقى يا ترى هيقول لك ايه؟ ممكن يرد عليك يقول لك اجابة من تلات اجابات، التلات طرق اسهل من بعض وبنجيبهم من السؤال. ازاي؟ اول حاجة بشطب على الوات اللي هي كان معناها ما، هيتبقى عندي كام كلمة؟ برافو، هيتبقى عندي كلمة as وكلمة this، هروح مبدلة الأماكن ما بينهم، بدل ما ال as جاية الأولانية وال this جاية التانية، فأنا هخلي ال this في الإجابة تيجي في الأول وبعد كده ال as. وخلي بالك بقى إن ال this طالما هتيجي في الإجابة في الأول فلازم أخلي حرف ال t يبقى capital letter، يعني ما يبقاش إيه small زي ما كان مكتوب في السؤال. يبقى أول إجابة معايا جبتها منين؟ جبتها من السؤال. ممكن أشيل this is وحط it is، ان اكيد الحاجه اللي انا بسال عليها دي حاجه غير عاقل، وممكن اشيل الاي بتاعت كلمه از واحط مكانها apostrophe فتبقى الاختصار اللي هي اتس. يبقى انا جاوبت بذيس از صح، جاوبت بات از صح، جاوبت باتس صح. هتحط اسم الحاجه اللي انت بتسال ايه عنها، بس خلي بالك لان احنا لسه قايلين ان الاسم المفرد المعدود لازم احط قبليه يا اما ايه يا اما ان، فمش هقول this is واسم الحاجة، لا لازم احط الايه او الان. يبقى السؤال كان كم كلمة؟ ثلاث كلمات، what is this. الاجابة برضو هتلاقيها ثلاث اجزاء، اول جزء اللي هو this is، الجزء الثاني الايه او الان، والجزء الثالث اسم الحاجة اللي انا بسأل ايه عنها. اوكي، لو انا دلوقتي ماسكه القلم ده واسأل وبقول ما هذا، هسأل اقول ايه؟ برافو، سؤال من ثلاث كلمات، what is this what is this، فهقول what's this هو ايه ده. طب عشان اجاوب بقى هرد هقول ايه؟ this is a pen.
this معناها هذا و is معناها يكون. a pen زي ما اتفقنا قلم واحد، يعني هذا يكون قلم واحد او هذا قلم. الاجابة التانية لو انا بسأل مثلا عن ruler مسطرة، فهقول this is a ruler. it is an eraser، هذه تكون استيكة واحدة او هذه استيكة. احنا كده خدنا سؤال بيقول ايه what's this، what's this ما هذا. طب عشان اجاوب وارد هقول ايه، عندي ثلاث اختيارات، يا اما هقول this is، يا اما هقول it is، يا اما هقول it's. ادي اول جزء في الاجابة. الجزء الثاني اداة النكرة الايه او الان، والجزء الثالث الحاجة اللي انا هقول اسمها. تعالى ناخد شوية كلمات. اول كلمة معايا هي كلمة town ومعناها مدينة صغيرة. town town ال O وال W تنطقوا او او. منزل house، منزل house، ال H هنا الساوند بتاعها ه ه، وال O وال U برضو عملوا لي ساوند او، ودي اللي في الاخر silent. حديقة معناها park اللي هي الحديقة العامة. park park P A R K park. سوق market، سوق market. مخبز bakery، مخبز bakery. بوتشرز محل الجزارة، بوتشرز محل الجزارة. اوكي بعد كده هناخد مجموعة من الالعاب. اول لعبة معايا هي لعبة الارجوحة اللي هي المرجحة، يعني اسمها swing swing swing. مش عايزاك تقول swing، لا ما تنطقش لتر جي، swing. زحليقة يعني slide، زحليقة slide. ارجوحة دوارة معناها roundabout roundabout roundabout. ال O وال U هنا اتنطقوا او راو راو. نفس الكلام برضو هنا ال O وال U اتنطقوا او، قلت اباو اباو اباوت. راوند اباوت ارجوحة دوارة. كلايمينج فريم، كلايمينج فريم. السي الاولانية هنا اتنطقت ايه؟ اتنطقت ك. خلي بالك هنا ان لتر بي سايلنت، وكنا واخدين الفيرب دون في كي جي. كلايم كلايم معناه يتسلق، والبي كانت سايلنت، فلو حطيت اي ان جي اتحولت من كلايم يتسلق للتسلق. وفريم معناها اطار خشبي، والاي اللي في الاخر هنا سايلنت، يبقى كلايمينج فريم معناها اطار خشبي للتسلق. تعال نشوف الصور بتاعتهم. اول حاجه الارجوحه اللي هي سوينج، الزحليقه اهي سلايد، الارجوحه الدواره اللي هي قدامكم دي اللي هي راوند اباوت، واخر حاجه اللي هو اطار خشبي للتسلق ده اللي هو ايه، اللي هو كلايمينج فريم. وخلي بالك مش بنطق الجي. بعد كده كلمه لحمه، ولحمه يعني ميت، لحمه يعني ميت. خلي بالك هنا ان الاي والاي عملوا لونج فاول، صوت طويل، اي ميت. خبز يعني بريد، خبز يعني بريد. الاي والاي بقى هنا ما عملوليش اي زي هنا في كلمه ميت، لا اتنطقوا كده ايه 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 بريد بريد. فاكهه يعني فروت، فاكهه فروت، فاكهه فروت. صديق يعني فريند، صديق فريند، صديق فريند. اف ار اي اي ان دي فريند، اف ار اي اي ان دي فريند. غدا اللي هي وجبه الغدا اللي احنا بناكلها اسمها لانش، لانش لانش. لعبه جيم، لعبه جيم، لعبه جيم. الاي هنا برضو سايلنت. ملعب بلاي جراوند، ولسه واخدينها ملعب بلاي جراوند. صورة بيكتشر، صورة بيكتشر. التي واليو والار والاي اتنطقوا تشر، نقولها مرة كمان، التي واليو والار والاي اتنطقوا تشر. وطبعا السي هنا هتتنطق س ولا هتتنطق ك؟ على طول على طول بص على الحرف اللي وراها، لا يمس ده حرف التي، لا هو واي ولا اي ولا اي، فبالتالي هيتنطق ايه؟ ك. بي اي سي بيك بيك، وهنزود لها تشر اللي هي تي يو ار اي، يبقى بيكتشر اللي هي معناها ايه؟ صوره. تعالوا بقى نكون جمل نقول فيها ايه؟ نقول فيها اللي احنا بنشتري مثلا الفاكهه من الماركت، اللي احنا مثلا بنشتري اللحمه من المحل الجزاره، ان احنا مثلا بنشتري الخبز من المخبز. يعني مش معقوله هعرف اقول الجمله دي؟ اه تعالوا واحنا نقولها كلمه كلمه. عايزه اقول ايه؟ نحن نشتري كذا من كذا. وي نحن، عايزه اقول نحن نشتري. ها نشتري معناها ايه؟ برافو اكسلنت. باي نشتري، يبقى وي باي نحن نشتري فروت الفاكهه ات ذا ماركت، يعني من ايه؟ من الماركت. طبعا ذا دي معناها ال،
اللي هي أداة التعريف ال. at the market معناها ال ايه؟ الماركت. we buy meat at the butchers يعني نحن نشتري اللحمة at the butchers معناها ايه؟ من محل الجزارة. okay. we buy bread at the bakery. we نحن buy نشتري bread الخبز at the bakery من الايه؟ من المخبز. بعد كده جزء الفونكس. جزء الفونكس النهاردة بيتكلم لي على ثلاث أصوات. الأو لما بتيجي جنبها W والأو لما بيجي جنبها A والأو لما بتيجي في نص الكلمة وفي آخر الكلمة خالص بنلاقي letter E. letter O لما بيجي جنبي letter W بيعملي صوت ال O O زي كلمة throw throw يرمي. ال T وال H هنا اتنطقوا إيه؟ ف ف throw throw. الاو والاي برضو ممكن يعملوا لي ساوند او او زي كلمه بوت بوت زي كلمه كوت كوت. بوت معناها قارب وكوت معناها البلطو اللي هو المعطف. السي برضو هنا اتنطقت ايه؟ ك. يبقى انا كده خدت صوتين بيعملوا لي صوت الاو او. الاو والدبليو ممكن يعملوا لي او زي كلمه ثرو ويلو. الاو والاي برضو ممكن يعملوا لي صوت الاو زي كلمه بوت وكوت. صوت الاو ده برضو ممكن اسمعه في حاجه كمان. لو لقيت الكلمه بتاعتي فيها لتر او وبعد لتر او بلاقي كونسونانت حرف ساكن وبلاقي اي والاي دي خلي بالك مش هتتنطق اللي هي الاي في الاخر دي اللي هي بنسميها الماجيك اي اللي بتاثر على الفاول اللي جايه قبلها فبتخليه لونج طويل فبقول ايه؟ روب حبل روب حبل. nose انف nose انف. نطقت الاو هنا طويلة لكن الايه اللي في الاخر ايه؟ ما اتنطقتش. السنتنس في اللغة الانجليزية بتتكون من فاعل وفعل. ايه يعني الفاعل ده؟ الفاعل ده اللي هو بيقوم بالفعل اللي هو اسمه السبجكت. يعني مثلا لو قلت لك انا العب هو مين اللي بيلعب؟ انا. يبقى انا ده اسمه فاعل. هو بيجري مين اللي بيجري؟ هو. يبقى هو ده اسمه ايه؟ فاعل. يبقى انت الجملة بتاعتك لازم تبدأ بالفاعل طالما طبعا جملة مثبتة affirmative. الفاعل ممكن يكون ضمير subject pronouns اللي هو ضمير الفاعل اللي خدناها اللي هما سبع ضماير I, he, she, it, you, we, they. يا اما الناون اسم اي اسم بقى سواء اسم مفرد او اسم جمع احمد محمد منى the cat the dog houses منازل boats قوارب teachers معلمين اي حاجة. يبقى انت عندك الفاعل ممكن يجي noun اسم وممكن يجي pronoun ضمير. تمام يبقى ادي اول جزئية من الجملة خلصنا منها. طيب بعد الفاعل هيجي مين؟ هيجي الفعل. الافعال بقى كتير عندك في اللغة الانجليزية يجري run يلعب play يأكل eat يشرب drink. تعالوا بقى نكون جمل سهلة جدا جدا وبسيطة بعد ما عرفنا الجملة بتتكون ازاي. عايز اقول دلوقتي انا استمع الى معلمي. يا ميس دي جملة كبيرة قوي تعالى نترجمها كلمة كلمة. يلا نترجم اول حاجة انا. يلا انا معناها ايه؟ برافو. اي اهي اي. استمع استمع فعل جديد وخدناه في اول الوحدة اللي هو اسمه ايه؟ listen listen. فهقول اي listen انا استمع. الى الى دي معناها تو. يبقى انا استمع الى معلمي. تعال نقول الاول معلم يعني ايه؟ اي مس معلم يعني teacher excellent. طب لو هقول بقى معلمي لازم احط صفة ملكية اللي هي my فهقول my teacher. يبقى I listen to my teacher انا استمع الى معلمي. طيب تعال نقول جملة كمان انا اكل الغداء اللي هي وجبة الغداء مع صديقي. يلا نترجم انا معناها ايه؟ برافو. I اكل او اتناول معناها ايه؟ eat وده برضو فعل جديد خدناه في الاول. وجبة الغداء معناها lunch ودي برضو كلمة جديدة خدناها. with معناها مع with مع ال t وال h هنا اتنطقوا the with مع my friend صديقي لان friend معناها صديق. طب my friend صديقي يبقى I eat lunch with my friend انا اتناول او انا اكل الغداء مع صديقي. عايزه اقول انا اقرا كتب. انا اي اقرا read كتب books. يبقى اي read books انا اقرا كتب. عايزه اقول نحن نلعب الالعاب في الملعب. نحن we نلعب play
الالعاب جيمز، حطيت اس الجمع لاني مش بقول لعبه، انا بقول العاب جيمز. في معناها ان، الملعب معناه the playground، يبقى we play games in the playground، نحن نلعب الألعاب فين؟ في الملعب. آخر جملة عايز أقول نحن ننظر إلى الصور. يلا نترجم، نحن we ننظر إلى معناها look at، look معناها ينظر، وخدناها في أول الوحدة. طب إيه ميس at دي؟ at دي معناها إلى، يبقى look at ينظر إلى أو ننظر إلى. The pictures الصور، لأن picture لوحدها معناها صورة، طب pictures معناها إيه؟ صور. طيب بيقول لي لما أحب أأمر شخص أو أشخاص إن هم يعملوا حاجة معينة هنبدأ بالفعل دون في المصدر. يعني إيه مش فاهم؟ يعني مثلا دلوقتي لو أنت قاعد جنب أختك وأنت عمال تعمل الواجب بتاعك وهي عمالة تلعب، فأنت هتقول لها إيه؟ إعملي الواجب بتاعك. انت مثلا نايم على السرير الساعة 10 بالليل واخوك جنبك مش عارف تنام منه وانت عايز تنام، فهتقول له ايه؟ نام. يبقى انا لما احب امر حد ان هو يعمل اي حاجة بقى، هقول له كل، هقول له اشرب، هقول له نام، هقول له ذاكر، هقول له هبدأ بالفعل في المصدر. يعني ايه مثل المصدر؟ يعني الفعل من غير اضافات، يعني لا هحط له اس ولا هحط له اي اس ولا هحط له دي ولا اي دي ولا اي ان جي ولا هحط له اي حاجة. فمثلا دلوقتي لو انتوا قاعدين في الفصل وصاحبك اللي جنبك عمال يعمل دوشة، فانت هتقول له ايه؟ هتقول له استمع الى معلمك، اقعد بقى كده، اقعد ساكت شوية واسمع المعلم بتاعك وهو بيشرح. فهتقول له ايه؟ استمع الى معلمك. استمع معناها ايه؟ اي مس يسمع، يعني listen، اهي كلمة listen، يبقى listen معناها يسمع. ولو بدأت الجملة بيها يبقى معناها استمع، يبقى بترجمها على انها فعل امر استمع، يبقى listen استمع to الى your teacher معلمك، لان teacher لوحدها معناها معلم. طب your teacher معلمك. طب انت مثلا دلوقتي التيتشر كتب لك مثلا مسألة على الوايت بورد، السبورة البيضة، وعايزك اللي انت تحلها، فهيقول لك ايه؟ اكتب على السبورة البيضاء. اكتب معناها ايه؟ اي مس يكتب معناها رايت. طب اكتب هيها برضو نفس الفعل، معناها ايه؟ رايت. فهقول رايت اكتب اون على ذا وايت بورد، على السبورة البيضاء. طيب لو المستر هيقول لك اقرأ الكتاب، اقرأ معناها ايه؟ يعني مس يقرأ معناها read. طب اقرأ هو نفس الفعل، read، read the book، اقرأ الكتاب. يبقى انا لما الاقي فعل في اول الجملة هترجمه على انه فعل امر، يبقى listen في اول الجملة يبقى معناها استمع، write في اول الجملة يبقى معناها اكتب، read في اول الجملة يبقى معناها ايه؟ اقرأ. طيب لو انا بقى عايزة انهي شخص ان هو ما يعملش حاجة معينة، اخوك الصغير واقف جنبك وعمال يصيح ويعلي صوته وبيلعب بصوت عالي، فانت عايز تقول له لا تصيح. بدأت جملتك بايه؟ لا، لا تصيح. كلمة لا دي بترجمها لايه؟ بترجمها لكلمة don't، don't، وبعد كده بحط الفعل اللي انا بنهى اخويا بقى او اختي او صاحبي ان هو يعمله. فمثلا لو زميلك اللي جنبك قاعد وعمال ياكل في الفصل، فانت عايز تقول له لا تأكل في الفصل. لا، لا معناها ايه؟ اي مس لا في اول الجملة كده يبقى معناها don't، ويأكل معناها ايه؟ eat. يبقى don't eat، لا تأكل، in the classroom في الفصل. don't play in the classroom، don't، لا play تلعب، in the classroom في الفصل. don't run، don't، لا run تجري، يبقى لا تجري، in the classroom في الفصل. يبقى احنا كده خدنا لما احب أأمر شخص ان هو يعمل حاجة ببدأ الجملة بتاعتي بالفعل في المصدر وبترجمها على ان هي فعل أمر. طب لو عايزة انهي شخص ان هو يعمل حاجة، يعني اقول له ما تعملش كذا، هبدأ بdon't وبرضو بعديها الفعل في المصدر. بعد كده عندي سؤال بيقول لي what do you do، ماذا تفعل. تاني what do you do، ماذا تفعل. يعني مش ماذا تفعل، يعني انت بتعمل ايه؟ باللغة العامية كده انت بتعمل ايه؟ اختك عمالة ترسم، فبتقول لها انت بتعملي ايه؟ هتقول لها what do you do. اخوك بيذاكر، فانت بتقول له هو انت بتعمل ايه؟ هتقول له what do you do. ماما في المطبخ بتعمل لكم الاكل، فبتقول لها انت بتعملي ايه؟ فهتقول لها what do you do. what do you do، انت بتعمل ايه؟ اللي هو ماذا تفعل، بس انا قلتها لكم كده على هيئة اغنية عشان تحفظوها.
طيب لو انت دلوقتي رحت الحديقة ولقيت زميلك جاي يسألك ويقول لك انت بتعمل ايه في الحديقة؟ What do you do at the park؟ طيب انت بقى هتجاوب على زميلك، هترد عليه تقول له ايه؟ هتقول له الحاجة اللي انت بتعملها في الحديقة. تعالوا نقول اجابات وكلمات احنا لسه واخدينها. فمثلا لو هتقول له انا ارمي الكرة، واخد كرة كده حلوة معاك وعمال تلعب بيها، فبتقول له انا ارمي الكرة. انا معناها ايه؟ اي اكسلنت. ارمي معناها ايه؟ throw. والكرة معناها ايه؟ the ball. يبقى I throw the ball، انا ارمي الكرة. طيب ولو انت زهقت من الكرة وبدأت تلعب على الارجوحة اللي هي المرجحة، هتقول لي ايه؟ هتقول لي I انا play العب on the swing على الارجوحة. يبقى I play on the swing. I play on the swing، انا العب على الارجوحة. ممكن اقول I ride my bike. I أنا رايد أركب. رايد معناها أركب. ماي بايك دراجتي، لأن بايك معناها دراجة، يبقى ماي بايك معناها إيه؟ دراجتي. وممكن لو أنا زهقت من الأرجوحة وزهقت من الكورة وزهقت من الدراجة، ممكن ألعب على الزحلقة، فهقول I play on the slide. I أنا play ألعب on the slide على الإيه؟ على الزحلقة. يبقى السؤال بتاع What do you do؟ أنت بتعمل إيه؟ وطبعا كل الكلمات دي احنا ايه خدناها، فطالما حفظت الكلمات هتقدر تجاوب بمنتهى السهوله. اخر حاجه معانا النهارده هي homes around the world، يعني منازل حول العالم، يعني اشكال منازل موجوده في العالم كله. طبعا كلمه house معناها منزل وخدناها في اول الوحده، فلو قلت new house يبقى معناها منزل جديد زي المنزل اللي قدامنا ده. طب لو قلت old house يبقى معناها منزل قديم، لان كلمة old معناها قديم. في ناس تانية بتعيش في كوخ، كوخ معناه cottage. كوخ cottage، خلي بالك هنا ان الاي silent والجي هنا اتنطقت ج ج cottage كوخ. في منازل تانية بتبقى كده متصلة جنب بعض اسمها منازل متصلة في صف واحد، معناها terraced house. terraced house. في ناس تانية بتعيش في كهوف، كهف يعني cave. كهف يعني كيف، الاي هنا سايلنت والسي اتنطقت ك. في ناس تانية بتعيش في منازل مكسوة بالحشائش اسمها تورف هاوس. تورف هاوس زي المنازل دي. في ناس تانية بتستعمل المركب ان هي زيها زي المنزل، بنسميها هاوس بوت. بوت لوحدها معناها قارب، يبقى هاوس بوت اللي هو مركب يستخدم كمنزل. وطبعا في ناس بتعيش في عمارة سكنية اللي هي apartment building. apartment building. بكده نكون خلصنا وحدة النهاردة، أتمنى إن احنا نكون استفدنا من الفيديو بتاع النهاردة. أشوفكم على خير وسلام عليكم.